نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تحديث نتفليكس على جهاز على الهاتف الخاص بك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على نتفليكس خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف إجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن نتفليكس خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم نتفليكس.